طبعا دائما احنا بنحكي انه احلى يوم ما اجا، بس بالنسبة لي يعني يوم اعلن النتائج كان احلى يوم عشته لحد الان، وكل يوم باجي حفلة تكريم فيه زي اليوم حفلة تكريم لفتة بعتبره احلى يوم عشته انا. كتير مبسوطة، فيش احلى من فرحة النجاح بالمرة، وبزيدني فخر واعتزاز بقريتي والتاريخي، انه كل يوم انا عارف انه في اهالي لفتة لساتهم صامدين مع بعض مترابطين وتضلوا واقفين من بعض لآخر يوم، إنه هاي وهذا بدل على صمودنا وتحدينا للاحتلال. شعوره كتير حلو، النجاح جد يعني شعور بيقدرش يعني توصفه، وكتير مبسوطة. اليوم نحتفل بتنظيم مهرجان لفت الأكاديمي السنوي. هذا المهرجان تخلله تكريم أبناء بلدة لفتة حملت شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إضافة إلى الثانوية العامة الإنجاز. طبعا كل شكر وتقدير لهذه الجمعية على جهودها الطيبة، وخاصة أنها بتعزز الموروث الفلسطيني، الرحلات اللي بتقوم فيها لبلدة لفتة المهجرة، تعزيز عبر القيام بالاحتفال لخريجي الثانوية العامة والجامعات المختلفة.